أحسن الله إليكم. ناخذ اتصال الأخت أم عبد الكريم من الرياض. تفضل أختي أم عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأت أشكركم يا شيخ وجزاكم الله خيرا على علمكم. فقط أنا لدي طلب يا شيخ ووصية، أريد تعطوني وصية مفصلة منكم كوصية الوالدة ابنتي بكل ما يتعلق في حياة المرأة ويضمن لها خيرها في الدنيا وفي الآخرة. شكرا يا أختي أم عبد الكريم. تريد من فضيلتكم توجيه للأخوات المسلمات في حياتهم فضيلة الشيخ؟ نعم، الأخوات المسلمات لهن مكانة عظيمة في الإسلام. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلهن مكانة في المجتمع ومكانة في الدين، وهن مكلفات مثل الرجال في الجملة. والوصية أن يتقين الله سبحانه وتعالى في عبادتهن وأداء الفرائض، وأن يتقين الله جل وعلا في طاعة الزوج، وأن يتقين الله جل وعلا في تربية الأولاد وحفظ البيت عند غياب الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن المهم أيضا محافظتها على الستر والعفاف والحياء والحشمة، إذا خرجت أن تخرج بالآداب الشرعية، لا تتجمل، لا تتعطر، لا تتبرج بالزينة في الثياب وغيرها، تكون ساترة لجسمها لا يظهر منها شيء، تبتعد عن الاختلاط مع الرجال، وتحرص على أن تكون صائنة لنفسها من عبث العابثين، أن تلتزم الحجاب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومعنى يدنين من جلابيبهن أي يغطين وجوههن بطرف الجلال الكبير أو الشيلة أو الغطاء على الرأس تضفيه على وجهها، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعفاف ويعرفن بالعفة فلا يطمع فيهن الفساق. فدل على أن ترك الحجاب سبب للأذى، إذا لم يروها متحجبة فإنهم يؤذونها بمراودتها وبطلب الفعل ما لا يجوز منها. فالحجاب فيه صيانة للمرأة من الأذى، من أذى الفساق والمنافقين والذين في قلوبهم مرض. نعم.